وناحية تانية كان في مسيرات حاشدة خرجت في عدد من الجامعات المصرية نددت بالحادث. نكون على مستوى أفكارنا، على مستوى العقل، على مستوى أن نقف صفا واحدا، وأن نكون على قلب رجل واحد لنقول للعالم المسلم مسيحي، وكان الذي يحمي ظهر المسيحي مسلم. كاميراتنا نزلت وتابعت المظاهرات في جامعتي بني سويف وطنطا، نشوفها. نشرب من نيل واحد، علينا أننا جميعا أن نقف صفا واحدا، وأن نكون على قلب رجل واحد لنقول للعالم لن تستطيع أبدا أي دولة تريد أن تفرق بيننا أن تنال منا. طبعا إحساسي بجد، أنا قلبي موجوع أولا من أول المشكلة دي، لكن إحساسي دلوقتي أنا مبسوطة جدا وحاسة إن إحنا كلنا واحد، مفيش فرق، وإحنا فعلا كده من زمان. أنا مسلم بس عايش معاها ومفيش فرق بيننا. مش معقول كده، لصالح مين؟ دي فتنة، عايزين يفرقونا عن بعض. مش ممكن يحصل الكلام ده أبدا، مش ممكن يحصل. احنا طلعنا، أنا سن 61 سنة متربي معاهم المسلمين والمسيحيين وكلنا أخوات، مفيش فرق بيننا أبدا. احنا دايما متلخبطين في بعض من صغرنا، وحلوين جدا مع بعض ومحبوبين مع بعضنا. ليه ده اللي بيحصل ده حرام وأيتام والدنيا كلها؟ احنا صحيح بنبقى مبسوط بالشهداء بتوعنا، فرحانين جدا بالشهداء واندفنوا بأحسن حتة، اندفنوا بأحسن، عشان كده هم بيدونا كمان برضه، مش هيهمنا ولا هم عايزين يعملوه. ولا الإرهاب ينتمي لأي ديان، ولا الإرهاب ينتمي لأي ديان. احنا هنا مسيحيين جنب مسلمين، احنا اخوات تومة في كلية واحد، أصدقاء وشغالين وحلوين خالص. احنا مسلمين جنب مسيحيين، ما بنقولش احنا إرهاب ليه، نقول احنا مصريين. الحدث اللي حصل ده حاجة مؤسفة للغاية، جرحتنا كلنا مسلمين ومسيحيين، جرحتنا كمصريين، وطبعا ده شيء واضح جدا انه مش ممكن يكون من جوانا، دي حاجه من برانا خالص. ما هيش زرع فتنه، ولكن ده ارهاب متعمد. القصد بيه هو المصريين وليس مسيحيين او مسلمين، لكن هو القصد بيه مصريين. من امتى سمعنا ارهاب في دوله اسرائيل؟ عمرها ما حصلت. كل الارهاب موجود، بيطول الشعب المصري، بيطول الشعب العراقي، بيطول الشعب السوداني، تقسيم السودان، تقسيم العراق، كل ده الهدف هو اضعاف الأمة العربية. احنا اخوات طول عمرنا، مفيش اي حاجة بفرق ما بين المسيحي ولا المسلم، كلنا اخوات مع بعض. كلنا واقفين النهاردة عشان نقول لا، لا للارهاب، لا للتفرقة بين المسلمين والمسيحيين، كلنا اخوة وده وطننا واحنا في مصر وكلنا مصريين. طبعا احنا يعني في النهارده بنحاول بقدر الامكان نعبر عن يعني شعور كافه اعضاء هيئه التدريس والاخوه العاملين وابنائنا الطلبه والطالبات في الاحداث المؤسفه اللي تمت في اسكندريه في كنيسه القديسين. واحنا طبعا يعني 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 ناسف اسف شديد جدا لمثل هذه الاحداث، اللي هي زي ما السيد رئيس الجمهوريه اشار انها يعني بفعل عامل خارجي. نشيد بما فعلته او بما اقترحته الاستاذ رولا خرشه في هذا الصدد. مصر اولا، ومصر ثانيا، ومصر ثالثا، ومصر عاشرا. مصر هي دمنا، مصر في يعني الان شخصيا بقول مصر في سبيلها يهون كل غال ورخيص. عشان كده بنقول عاشت مصر وتحيا مصر، وعاش شعبها حرا ابيا اصيلا الى ابد الدهور. في هذا اليوم واقفين وقفه اتحاديه وتضامن مع الاخوه الاقباط، وتضامن مع جميع شعب مصر. المصاب ده مش مصاب فئه من فئات الشعب، دي مصاب الشعب كله. واعتقد ان سياده الرئيس كان اطلق كلمته على الارهاب وتداعياته بالنسبه للدوله ككل، واعتقد ربنا سبحانه وتعالى حامي مصر، وان شاء الله هتفضل في حمايه مستمره الى الابد. عمرنا ما حسينا ان في اي فرق ما بين مسلم ومسيحي، وعمر ما الرئيس او الحكومه هيفرطوا في دم الشهداء اللي استشهدوا يوم راس السنه. وانا بقول للشباب القبطي انه يهدى
يغضب ماشي، مفروض ان هو يغضب، لكن نغضب ولا نخطئ.